ربط الكنترولر بالوحدتين وبدء أعمال التشغيل بإذن الله. السلام عليكم، الأخبار معكم باسم سعيد من أكبر منصة تدريس هندسة المساحة في العالم، سؤال في المساحة إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو إن شاء الله ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات لكل أول عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وقبل ما نبدأ إن شاء الرحمن في الفيديو برضو ما تنساش تسأل عن الكورسات المتاحة عندنا بإذن الرحمن المقدمة ليكم من المنصة بإذن الرحمن بتاعتنا، اللي منها جهاز جي بي اس ستيشن إن شاء الرحمن، أو توتال ستيشن، أو ليفل جهاز الميزان، أو إن شاء الرحمن بنتكلم عن القطاعات المتخصصة إن شاء الرحمن، أو قراءة اللوحات الهندسية، أو المكتب الفني، أو أبراج الكهرباء، أو درجة الضغط العالي، رفع الواجهات، وحاجات كتير جدا إن شاء الرحمن. تواصل معنا إن شاء الله، هتلاقي رابط التواصل في وصف الفيديو بإذن الله تعالى، واطلب تحديد مستواك إن شاء الله عشان تعرف الكورس المناسب ليك. والكلام ده طبعا من بره مصر ومن جوه مصر ان شاء الله. دلوقتي باذن الرحمن هنبدا في الفيديو بتاع النهارده. احنا وقفنا المره اللي فاتت عند كرياتة الجوب، والجوب كان تي تيست يعني 55. فالنهارده هنبدا نعمل كونكت بقى بالبيز، وبعد كده نظبط شويه حاجات، وبعد كده كونكت بالروفر ونبدا نعمل ستارت بيز ونظبط الدنيا دي. كونكت دلوقتي هنعمل طبعا البيز كونكت، افتح الحتة دي عشان السيريال نمبر يبان. هو دلوقتي بيعمل سيرش وهيجيب كل الاجهزة المفتوحة بلوتوث دلوقتي فيه. لو في اجهزة تانية غير اجهزتك، في حد شغال جنبك في موقع، في حد فتح بلوتوث تليفون، اتأكد دايما من السيريال نمبر بتاع الجهاز. البيز عندي 40، اخرها 40، تمام. سيلكت، هقول له كونكت. اول ما العلامه الصفر دي تستقر زي ما انتم عارفين وقلنا قبل كده، تمام، يبقى الجهاز كانك خلاص ربط. يعني هتقول لي ربط دلوقتي، لو دوست انا كونكت هيقول لي ديسكونكت. طالما قال لي ديسكونكت يبقى الجهاز كده رابط. طيب، وهتلاقي هناك طبعا الاشاره بتاعه البلوتوث اللي هناك، هتلاقيها ثبتت، تمام، اللي هي هنا كده دي بتنور وتطفي، تمام، دي معناها ان هو مش مربوط بحاجه. هناك هتلاقيها ثابته، تمام، احنا مش عايزين بس نروح هناك ونروح كل شويه. طيب انا دلوقتي عايز اشتغل بقى، اعمل ايه؟ سيت اب. بعد كده بروح على ستارت بيز. هنا دخلنا على ستارت بيز، بنبدا بقى ان احنا لو عندي نقطه معلومه ببدا استدعيها واحطها عشان البيز تعرفها ان هي نون بوينت، ونبدا نشتغل على اساسها التصحيح. لو ما عنديش، في الاغلب حضرتك لو شغل بسيط، شغل حصر كميات، حاجات عاديه مش محتاج فيها بريسيشن او دقه خالص، بتعمل جيت بوزيشن، تمام، وبتبص. طبعا بص عندك الفي دوب، او عفوا البي دوب هنا عامل ازاي، الاتش والفي متر واتنين متر وشويه، فدقه لا يعتمد عليها. محدش يعمل جيت بوزيشن ويشتغل، لازم يكون عندك نقطه معلومه. لو ما عندكش ارصد استاتيك وصحح، هنقول لكم ازاي ان شاء الرحمن بعدين، تمام. انا هعمل كده، تمام، اعتمد الاحداثيات دي، اعمل ستارت بيز. هيقول لي بيز ستارتد سكسسفولي جو تو روفر كونكشن، هو لوحده هينقلني، تمام، اهو هيقول لي الروفر. هبدا انا اعمل كونكت. دي اعداد الايه؟ زي ما قلنا اعداد الار تي كي. طيب الروفر احنا قلنا طبعا بيز 40، الروفر عندي 35. اعمل سيلكت كونكت، تثبت يبقى ربط، تمام. ثبتت كده، هنرجع نبص فوق هنلاقي ان البلوتوث اشارته ثبتت، يعني الجهاز ربط معاه، تمام. بيقول لي هنا بقى ايه، بيز ستيشن داتا ووز ابديتد، بيز ستيشن داتا ووز ابديتد فروم كوركشن. اه يعني هو كده بدا يستقبل تصحيحات من البيز عندي، تمام. وانت شغال على فكره، لو جات لك الرساله دي وانت شغال بعد ما بدات الشغل، جات لك الرساله دي، يعرف ان الجهاز ربط على بيز تانية. فتاكد دايما، ارجع للبيز وشوف الاوكي بي بتاعتك، هل هي فعلا البيز دي ولا لا، تمام. كلوس، ببدا كده انا كده ربطت الجهاز بحيث ان هو يشتغل ار تي كي. ممكن بقى اعمل رفع توبو، هتلاقي الجهاز مفكسد، تمام، فيكسد اهي الاشاره بتاعته والتصحيح. والدقه عندي حاليا هنا بالاتش سنتي و2 مللي، في الفي سنتي ونص، تمام. كده الجهاز رابط، وتبدا ممكن ترفع ما يبقاش ما يمثل معاك اي مشكله خالص. هيقول لك ستور، قول له لا والله ما فيش مشكله. لو طبعا عايز اوتو توبو برضو نفس الحكايه، جهاز كده خلاص هو كده رابط ار تي كي وشغال بكل سهوله، تمام. ممكن اعمل ستيك لو انا عندي بوينت عايز اوقعها،
مفيش مشكلة. الكلام ده بإذن الرحمن هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن الرفع والتوقيع، بس بعد ما نستعرض البي بي كي إن شاء الله والاستاتيك، يبقى أنت كده معاك الضبط الأساسي كله. نبدأ إن شاء الله نقول لك الرفع والتوقيع وباقي الميزات الكويسة إن شاء الله في الجهاز بحيث يشتغل عليه بكل احترافية. الكلام ده كله نبتدي منك بإذن الرحمن الدعاء إن شاء الله لنا بسعة الرزق والتيسير. وطبعا لو عندك سؤال سيبه في كومنت، وما تنساش تعمل لايك، دايما انت بتنسى وانا بفكرك، لان اللايك بيساعد في انتشار الفيديو. نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.